ازيكم عاملين ايه؟ ده الجزء اللي احنا وقفنا عنده. انتوا كويسين يا شباب؟ انتوا سوبر اساطير طبعا. والجزء ده مرعب، والنهارده معانا حاجه حلوه. نفتح الباب. مروان محسن يا مميز، انتوا اللي انا عرفت المفروض نعملها يا شباب. ايه ده؟ اسمع حته صوتات في السماعه ولا انا خايف؟ انا ايام خايف يا شباب. باب عبيط يا مع الصورة. بس الصورة يا شباب، ما هو المفروض احطها هنا. المفروض احطها ازاي؟ ما هي هتتحط هنا بس. يح، ما هي هتتحط بجد. انا عرفت الحل يا عم. يح يوح يا ابني، هي هتتحط. اسمع مني يا عم، ده في زيت. هرجع لك يا شباب من جديد تاني بقى. شباب عملت الحل يا شباب. اوه ايه ده؟ ده مين ده؟ هو ده ايه ده؟ ده ازاي يعني نحطه؟ ده الباب اتقفل. الصاروخ ينطلق. مش عارف ليه حاسس ان انا يعني في كوكبة فضائية. ماذا هو يا شباب العالم؟ ايه العالم ده يا عم؟ ماذا وريه؟ عالم غريب كده. شباب هرجع لكم من جديد. اوكي شباب، رجعنا لكم من جديد. مفروض اللي احنا هنا مش هنلاقي حاجة، وهنا هنلاقي. فما تصوروها في الحقيقة. وهي كده صح؟ بص بقى يا شباب، هعمل لكم سحر يخرب بيت سنيت ام سحر من اسحار. نو نو، ايه ده؟ لا مش كده. استنى استنى، ايه تحت. بص بقى اللي هيحصل، انني عرفت سر الخلطة. بص بقى مش هي كده. بص بقى اما تطلع، رايك انه السحر كده؟ بص هنا في حاجة صح؟ بص بقى هنا. لا 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 لا، ده كأنه واحد عايش معاه كرسي، على الأقل معاه كرسي، واقف في ايد كده سابح حتة في ايده. المفروض هنا، بص هنا هنلاقي في زرار ونصوره. وهنا اصلا ما فيش حاجة طبعا. اه انا فاهم، كل صورة بعد كده والله بقى بتتعمل حقيقة لما تحطها، بتتعمل حقيقة. شفت يا شباب؟ مايز عارف، وانتوا عارفين من بدري. ايه يا مايز انت؟ اوه شكله مرعب. شكله مرعب ايه ده يا عم؟ ده الصوت. شكله مرعب ايه؟ صاروخ ينطد. بيو بعدين شكله مرعب ايه بس؟ ده شبه ورق الشجرة. الزروق صح؟ ايه اللي شكله مرعب ده؟ شبه ورق الشجرة. ايه ده؟ في ورده هنا مقطوعه صح؟ انا هخليها لك دلوقتي حي. الصوره خليها لك دلوقتي. ايه؟ انا فهمت اصلا. إيه هي؟ مزروعه، لازم نصورها. الله. وين هنا؟ بص ميتة. بس انا عايز اعرف حاجه سوبر كتير. هو الزرع بيموت اصلا؟ انا يعني بتفرج على الحياه، بقول إيه هو الزرع مات؟ الزرع بتعيش وعندها رجول ولا ايه؟ واو مهز ما يعرفش كده. يوبوي يعني ايه الزرعة ماتت دي؟ عندها رجول الحياة كده زينا؟ هي اسمه الورود، او يعني اللي هو الذرة لما بتعملها تزرعها يعني. ليه الناس بتقول عليها لما بتموت مش بتتقطع؟ لا بتقول عليها دي ماتت. هي عندها قلب ولا ايه؟ يا عم لازم السوبر اساطير يقولوا لي. الله الروبوت، نهر الروبوت. لازم السوبر اساطير يقولوا لي في الكومنتات. يقولوا يعني ايه ده؟ الحاجه الخضرا دي شبه الفاير بول. رجع لكم يا شباب من جديد. ويلا شباب على فكره دي شبه الفاير بول اللي في ماينكرافت. بأمارة اللي هي لونها خضرة. ايه يعني يوم مش لما تكون خضرة؟ ايوه
المفروض هتحطي البيبي اللي احنا هنحتاج الازرق وهتحطي عشان نعرف الحل عشان هو بيقول لك احمر فازرق بيساوي احمر فازرق احمر فازرق بيساوي 500. الان هرجع لكم من جديد عشان الاعلان ده رخم. ورجعنا من جديد. بص كده وراك بص وراك بص تحت على فكره دي كان لونها بيربر يعني كان لون الشامبو. شامبو انت عايز تستحمى؟ ايوه طبعا استحمى يا احساس يعني الروبوت ده مش عايز يستحمى. لا مش دي اللي انا عايزها. هو الروبوت اللي انت اللي عندك ده محتاج يستحمى مشكله يعني. ما اعرفش بقى يا عم هو بقى كده مش عارف الفايده اصلا لما استحمى لا يحصل ده في فايده كتير. قولي يبقى فيه دود يعني مش انا ايش عايز انا هسيب الشباب هي تتكلم. دي ماده زقه. طب خلاص بقى يا مايس خلاص افتوقت. شابون لونه ازرق هيصغر. لا هيكبره فاحنا سمعتك تتغر صح؟ اكبر هيخليه ضخم عشان اوقفه في الزرار فهمت؟ هو في زرار فوق في السقف؟ انت مش فاهم انت التنوت اي زرار الصراحة يعني مش متبع هو راح انت بتستهبل بسرعة 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 بقى تقيل. يطلع بقى عشان يدوس على الزرار. كري 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 روبوت مفاجأة الحتة دي. بقول لك ماشي دور على الوردة. بقول لك يا زيزو من الوردة قدامي والله يا ابني. ما انا اقول لك الوردة قدامي يلا اعمل ايه. مين ضربه؟ بيبي الشرير 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 اديله. انت مش عايز تدي اكل وراه ده المفروض. استنى يا الين هرجع لكم. لا خلاص مش هرجع لكم يعني رجعت حرب. مش هتعرف تضربه صدق. هو بيعمل ايه؟ امسكوا. انا بحاول بس استنى بس عشان اما يجي ناحيه. استنى 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 هو ده ارمي عن حته بعيده واسرع منك. تعالى خلاص خلاص مبطل ليه؟ بص شايف المدفع ده؟ وعنده القدرات عشان عينيه لونها اورنج برتقاني. برتقاني قصدي يعني انت. طب ما هو لونه برتقاني ما عندوش انت ليه بقى مش عندك قدرات؟ على فكره محتاج استحمى. احسن 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 احسن. ايه ده بص كده فوق تفرحوا. بص فوق بس ثواني هي دي الشمس ثب اسود. واحنا في كوكب زمرد. في كوكب اسمه زمرد ابحث في اليوتيوب تشوف يعرفك كل حاجه. لا صحيح جوجل ابحث في جوجل. تبل اخيرا البينك. مش عارف ايه احسن من البينك. معرفش دي نار دي مرايه على فكره شبه المرايه. يتعصب بيتعصب. الحمد لله. طيب يلا اديله. الله ده دافع عني. الكب الاسود روبوت اسطوره. ايه ده؟ ايه يعني كب اسود؟ في جزء تاني بقى. في جزء تاني. انا لا انا مش عامل بقى شكل الجزء الرابع. انا هختمها في الجزء ده على طول. يلا استهبل. لا انا بستهبل صح بستهبل. هي لو سنت جت سنت وثواني انا عايز اقول حاجه. هي بيبسي عشان تتختم عماله تعمل جزء جزء كفايه فعلا كفايه يا اسطى. الكفايه اللي هي ملعبه بالسماعه مرعبة قوي قوي قوي. ده لسه الجزء سس. ما هو يستحق يا ابني في تكملة. انا معايا بينك خدتها على الفاضي عشان اختمها بس.
مخيل. اكشلي اكتر من بوبي بلاي تايم. هي ده شابتر 3 لسه كل ده منزلش. انا متحمس لشابتر 3 يا ابني. وات هابيد؟ اه ده زعلان. استنى بس انت ده حصل معاك. كنت في الكومنتات مروان جبان. مش عارف ليه تحس اللي لا غمض عيني. مش عارف ليه تحس اللي انت في بيت ساحرة. ما عارفه مع حبيبي ما سامع بس ما عايز في العيس. اديله روبوت تايم. اهلي تي 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 اهلي رمي. بينك حاجه فيه لو قلب بما القلب للاساطير زي المره اللي فاتت في الجزء الاول. على فكره الدميه دي غريبه. عارف فاكرها فاكرها صح؟ مش هي غريبه قوي. نكتبها مع ايه بقى؟ مع ازرق. لا مع احمر. انا متفائل قوي بالاحمر. مش متفائل. اوه اصفر. متفائل اصفر. الله ده من ذهبي شكله جامد. مع اني اللي بحب الازرق اكتر. اللبني قصدي. الازرق عادي. بس مش ملاحظ اللي في حاجات هنا. في حاجه بتتحرك. الروبوت ده ها خوفني. ايه ده؟ هو انا ما ينفعش انا اشرب عشان اتقم منك؟ الله يخرب بيتك يا مروان. لعبة ولا في مخيف اكتر منها؟ ما عشان نعمل البتاع ده بقى. على الاقل مخيف. على الاقل جيراني مش مخيف قوي للدرجه دي. ما حلو. انت زدت سكين. انت مش المفروض تتسوع ولا ايه؟ ها انت مش المفروض تتسوع؟ ايه اللعبة المتخلفة دي؟ هو انا المفروض اعمل ايه؟ هوب راح فين؟ نط وجهي على طول. عشان كده لابس تيشيرت ملك. روبوت تعمل ايه؟ عينه عينه. الحاجة الحاجة دي عينه بتوجع منها. عينه يا مروان. عين الروبوت. اعمل ايه؟ الروبوت هيموت. نسجل البتاع دي. الروبوت هيموت. يمان عينه. منا لف جنبك كده. لف جنبك. لف جنب الصخرة دي. ده راس الصخرة دي. بقول نور. في النور. في نور. نور 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 نور. شكله نور نور. في ديها نور. بس لسه عينه بتوجع. تحرق الحاجة اللي فوق. ايوه اديها بومبا. في طب يا شباب بعمل ايه؟ شكلي انا نقف في الحتة دي بقى يعني. هتلاقيه كمل دلوقتي. تجرب اللون الاحمر. انا مش متاكده. متفائل قوي باللون الاحمر. هنشوف. متفائل قوي قوي كمان. غم عينك عشان تكون مفاجئ. اللون الغريب ده غم عينك عشان تكون مفاجئ. لون ارجواني. ايه رايك؟ سحر الدوخ. ماشي. مين البيبي؟ ايوه دوخه. دي واحده. تمام. انت نفسك ليه؟ ايه ده؟
هي الحي من أي ناحية بالظبط؟ أنت بتمشي على الحتة ولا إيه؟ أنا معكوش. الله، مروان بقى سبايدر مان. اديله. لا اللون ده انت مش متفائل بيه في الاخر. طب اخضر مع بينك. ده بيربل على فكرة. بينك بيربل بينك ازرق. انا الازرق ده تقريبا عمره ما عملته تقريبا. ايوه شادي نشوفتها. يوسف ايه الحاجة اللي فوق دي؟ سبح النجفة. اوهو ايه ده؟ ودي بارك يا اسخ. ايه ده كده؟ بقى في حمام سباحة. لا ما هتبقش ادخله في ايه؟ ايه ده فاجئ؟ الروبوت بيقول لي نور. نور نور يا فيش ولعة. ايدي شمع دارش كوب. النور بشو يعني الكوباية اعملها مع النور. هو مش قصده على دي، قصدك على ايه؟ هو خايف من النور. فين باب مقفول؟ مقفول برضه. راديو سامعك. لا ما انا شايف رجعت وعملته تقيل يعني. وسلام.